مساء النور شباب، بنات كل اللي قاعد يتابعوني. طبعا هذا الفيديو هو عبارة عن مقتطف لفيديو أكبر من عنده. رابط الفيديو راح تلاقوه بأعلى يمين الشاشة، الفيديو الأساسي. إذا كان هذا الفيديو مع المعلومات اللي بيه ما كانت كافية بالنسبة لكم وتريدون تتوسعون أكثر بمعلومات مشابهة لهذا الفيديو، فأنا قرر على الرابط فوق وراح تحصلون على الفيديو الأساسي أو تلقوه أسفل بالديسكريبشن. شوفوا الفيديو. الباوندريز. الباوندريز شنو قصدنا بها؟ مثل ما قاعد نشوف هذه الأرقام، هذه الأرقام كل رقم من أدها يعني أنه أنا عندي منطقة لها اسم معين. فأنا مثلا إذا أريد أعطي إنجكشن هنا أنا أقول مثلا هاي المنطقة اسمها كذا، فنقول مثلا إنجكشن بالدلتويد ريجن مثلا بهذا المعنى، فهذه لها أسماء. أيضا إذا مثلا أريد أقول أنه النيرف اللي يغذي هذه المنطقة فلازم يكون عندي اسم ثابت وواضح لهذه المنطقة، وهي هاي يعني تخصص الأناتومي أنه يسمي لي مناطق الجسم. فأول منطقة عندي الدلتويد اللي هي هاي الدلتويد ريجن، وعندي أيضا الكلافي بكتورا تريانجل. هذا الكلافي بكتورا تريانجل مثل ما قاعد نشوف هذه المنطقة الصغيرة. أوكي، عندنا أيضا البكتورال ريجن اللي هي هاي الثالثة، هذه المنطقة كلها تسمى البكتورال ريجن. أيضا عندي السكابيولار ريجن، هذه المنطقة كلها تسمى السكابيولار ريجن. ايضا عندي المنطقة الخامسة اللي هي الاكسلري ريجن، اللي هذه المنطقة بالضبط، هذه هي بالضبط الاكسلري ريجن. راح يكون طبعا الاكسلا الى محاضرات كثيرة راح نتحدث عنها بشكل تفصيلي اكثر. عندنا الانتيرير ارم، هذه الارم الذراع، هذه حدود الانتيرير ارم. اوكي، نلاحظ انه الباوندريز هنا مثلا مال الدلتويد ريجن، اوكي، لهنا تنتهي وتبلش الارم وتنتهي ايضا لهنا، فهذه الانتيرير ارم، واكيد عندنا البوستيرير ارم، وعندنا الكيوبيتال اللي هي هاي، وعندنا ايضا البوستيرير البو اللي هو هذا بالضبط. عندنا ايضا الانتيرير فور ارم اللي هي هاي والبوستيرير فور ارم مثل ما قاعد نشوف، واخر شيء عندنا البوستيرير. اوكي، اخر صوره هذه راح تكون الانتيرير ريست مثل ما قاعد نشوف، هذه الانتيرير ريست، والبوستيرير ريست مثل ما قاعد نشوف، هذه البوستيرير ريست، وعندنا البالم او البالمر راح تكون 14، البالم او البالمر، والدورسم اوف ذا هاند او الدورسال ريجن اوف ذا هاند، اوكي، بهذا المعنى. وعندنا اخر شيء راح تكون 16 اللي هي الديجيتس او الفينجرز انكلودينج ثامب، بهذا المعنى، ديجيتس باللاتيني ديجيتس بهذا المعنى. هذه كانت الباوندريز مال الابر لين. فهذه المناطق مهم انه نحفظهن، مهم انه نعرفهن، لانه راح نستخدمهن هوايه، كل شوي راح نكررهن، الدورسم اوف ذا هاند، الديجيتس، البالمر، البالم الى اخره بهذا المعنى، فلازم نحفظهن. طبعا مثل ما قلت لكم انه هذا مو الفيديو الكامل، الفيديو الاساسي حتلقون الرابط مالته اسفل بالدسكربشن، ولا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، واشتركوا اكو قناة التليجرام دوت تقدرون تشتركون بها بالدسكربشن بوصف الفيديو، تقدرون تشتركون بها، انشر بها المعلومات اللي تكون بشكل سريع، يعني مو الا اسوي عليها فيديو وينتظر الفيديو يمكن مدة يومين او ثلاثة يلا ينشر، فالمعلومات تكون سريعة، ويعني غالبا انه المعلومات تكون وقت الامتحانات، ايش لما ما يكون عندي وقت، فانشر على قناة التليجرام. ان شاء الله اشياء تعجبكم دائما، سواء كان بقناة اليوتيوب ولا قناة التليجرام، فاشتركوا بقناة التليجرام حتى يوصلكم كل جديد سريع. نلتقي بفيديو اخر.